للوصول بعملك أو بالفيلم الذي تريد أن تنتجه إلى مرتبة النجاح وأنه يكون متميز، أولا تركز على القصة التي ستقدم في الفيلم والمضمون الذي مقدم، يعني هذا يكون شيء جديد ومتنوع. يبقى معك الجانب الآخر الذي هو الجانب الفني والتقني، من بداية من السيناريو والستوري بورد وزيارة مواقع التصوير والتأكد من صلاحية التصوير فيها، وأيضا التأكد من الشخصيات المشاركة والخلفيات والإضاءة والتقنيات، ومن ثم تنزل على ضوء الستوري بورد والسيناريو تطبق الأشياء التي عملتها وبتسهل لك العمل بشكل أفضل، والاعتماد على الفنيين كذلك يعطيك جودة في العمل.